السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير؟ هانيين؟ سمحوا لي الصوت ديالي ماشي هو هذاك، مريضه شويه ما تشوفوا. بس نكمل معكم التقشره. راني رحت الفيديو ديال الخدمه ديالها ودابا كملتها باش نخيطها وندير ليها الكروشي من هاد الحواشي الفوقانيين، هاد الجناوين، هاد الجناب، هاد الفوقانيين. المهم التقشره ديالي هي هادي، كيفاش كتخدم راه وريتكم كلها كيفاش كتخدم. دابا ملي غنخيطها غترجع بحالها هكايا، بحال الصبيبيط. المهم ملي غنخيطوها وغنشوفو كيفاش كيجي الشكل ديالها النهائي. نخيطها معاكم، كنشدو كنخيطو من هنا هانتوما يا محلوله. البنات اللي طلبوا لي قشره هادي راه صيفطوها ليا في الخاص وصيفطوا ليا الشكل ديالها، اشنو التقشره كيفاش كتخدم. هي هادي لحقاش صيفطوا لي غير من هنايا، ها هكا. دابا انا كملت لهم كيفاش كتخدم وهاك وكيفاش كنخيطوها. راه الخدمه كلها التفاصيل حطيتها لكم في الفيديو وبسطت لكم بزاف 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 بزاف. دابا غنخيطها لكم بحال هكذا. هذا هو الجنب ديال القدم، هو هذا هكا كنخدمو كنخيطو، كنديرو غرزة باش ما تحلش لينا. نجيب هاد لاخر، هادوك الخيوطه باش خدمنا، باش بدينا وباش انتهينا، هما اللي كنخلي طوال باش نخيط بيهم. تعاود تاني من هاد الراس، كتلبس في الدار بحال الصباط، كتجي غزاله. تبغى دير ليها شي، ولكن تلبس عاك. انا كنديرهم كنلبسهم في الدار بحال هكايا، ولكن كاين اللي كيدير لهم، كاين شي وحدين كيدير لهم الجلد، كيديهم عند الخراز كيدير لهم واحد الجلد حرشي شويه بحال الدان باش ما يزلقش، باش ما يكونش داك الجلد الملس، داك الدان. وكيشدوه كيخيطوا مع هاد الجهه ديال التحت، هاد الجهه ديال التحت هذه حيت كتكون عندنا بحال هكا. هاد الجهة لتحت كيشدوه وكيديرو داك الجلد، كيخيطو الخراز وكتجي بحال الصبيبيط في الدار. هي مغاديش يمشي بها الواحد في الزنقة، ولكن تمشيو بها هكايا في الدار، يعني في البيوت هكايا. ها هو وكيكونو سخان، كيسخنو الرجلين مع الصوفة كيكونو سخان. بقاو هكا كنخيطو الجناب كلهم، مبقاش لنا الخيط ديال غناخد من الكبة عندي البنات اللي طلبوا لي هاد، سمحوا لي عطلت عليهم بزاف بزاف، ولكن سمحوا لي. والله حتى كانت عندي الخدمه ديال الرنده، واحد المراه مزروبه بجلابيتها وقميص، كان عندها عرس، داكشي باش ما حطيتش التقشره هادي دغيا دغيا. يسمحوا لي بزاف، خاص واحد البنت من ميدلت هي اللي طلبت لي، واحد السيده من طنجه طلبتها لي حتى هيايا. هادو هما اللي تاكدوا ليا ويعاودوا ياكدوا ليا على التقشره. الله يعطي درجه، كيبقاو يدعوا معايا الله يرحم والديك حطها لينا في اقرب وقت، يعني كيخدموا هما يا الناس. وقيلا قالت لي تميد طلباتها ليها حتى هي شي مره، قالت لها كنت كتعرفينها خدميها لي. ولكن اختي والله العظيم الا كانت عندي الخدمه بزاف بزاف اسمحي لي وصافي. المهم انا حطيتها لك. المهم انا قلت لك صافي راه غنحطها لك، غنحطها لك
هي يعني تقشرة شفتها ولكن ما عرفتش كيفاش تخدمها. هي راه سهله في الحقيقه، ما واحدش، ولكن كاين اللي ما كيعرفش ينقل من هكايا. ها لا شاف شي حاجه من في اليوتيوب ولا شي زواقه ولا سميتو، كاين اللي ما كيعرفش ينقل. انا كنقولها لكم الزواقه اللي شفتو تريكو راندا اي حاجه. انا واخا نكون ما عمري ما خدمت التقاشر، ما عمري ما خدمتهم، يعني خدمتهم بطريقات وحدين اخرين، ولكن نشوف حاجه نقلها. هذه كنقول لكم ديما الحاجه نشوفها نقلها. هاد التقاشر هادي عمري قلت لكم ما درتها نهائيا، ولكن عادي حاجه زواقه تريكو في الصاله تريكو، يعني شي حاجه كتعجبكم ما فهمتوش ليها مرحبا مرحبا مرحبا. وتنقولها لكم ديما الحاجه اللي بغيتوها انا معاكم، غير صيفطوها لي ما تكونش مزروبه وصافي. لحقاش انا كنخدم مع الناس، كتكون عندي الخدمه ديال الناس، ما يمكنش نديرها زعما في البلاصه. القشرة ديالي هي هادي، تقف هاد الخيط هذا هي نقلبوها. بقاو معايا تتبدا الكروشيو ونرجع ليكم. القشرة ديالي هي هادي، شوفوا كيفاش جات، هاهي شوفوا كيفاش جات، هي هذه التقشره ديالنا. ندير لها الكروشي، نبدا الكروشي دابا ونوريكم الشكل ديال الكروشي ونوريكم الشكل النهائي ان شاء الله. الكروشي ديالي هو بديتو تنديرو واحد 6 د الغرزات. انا كنخدم لكم بهاد الرقيق، تنقلب على الغليظ. الكروشي عندي رقيق، هذا كيبغي كروشي يكون غليظ عند الصوفة. شحال هذا ما كنخدمتش كروشي، وداك الغليظ الكروشي الغليظ اللي عندي ما عرفش فينا هو، سمحوا لي غنخدم لكم هذا الرقيق. النمره 7، النمره 11، يعني راه مزيانه النمره الغليظه اللي مزيانه للصوفة ماشي الرقيقه. كيفاش جات هاد الزواقة ديال الكروشي، كتجي معاهم مزيانة وميمطو كتجمع الفوق، متيبقاش مرخي، متيبقاش لأن داك ديال التقاشر مرخي. غتبقاو معايا تنكمل هاد الدور كامل ونرجع ليكم باش منطولش الفيديو. الكروشي راه كنزوقو بهاد الطريقه هادي باش يجينا هاد الفم ديال التقشره مزير. بقاو معايا. القشره ديالنا هي هادي، هي كملات، كتجي بحال الشكل ديال الصباط. الخيط باقي ما فينيتهمش، ها هو داك الكروشي دورتو كامل، وهي من هنايا كتجي بحال الشكل ديال الصباط، كتلبس في الدار. هي هادي القشره ديالنا، هي كيفاش كتخيط من هنا، نخيطوها من هنا، نخيطوها من مور الرجل ديالنا. هذه هي التقشره ديالنا، كنتمنى تكون عجبتكم وتكون جاتكم سهله. صافي ليا وتشوفوا كيفاش جات في الرجل. هي كيفاش تجي في الرجل، هي هادي ما لقيتش كيفاش ندير لكم.
هي هذه راه كتجي غزاله في الرجل وسخونه وزوقتها هي. شوف كيفاش جات هذه من هنايا، داك الكروشي كيزينها من هنا. وهي هذه الخدمه ديال التقشريه البنات، كنتمنى تكونوا فهمتوا الدرس ديالها، واللي ما فهمت شي حاجه تواصل معايا على الرابط ديالي الصندوق. قتلني المرض اليوم اللي درت لكم هاد التقاش، راني مريضه. سمحوا لي بزاف على الهضره ديالي، سمحوا لي بزاف. تنتمنى تكون عجبتكم، ما تنساونيش باللايكات ديالكم والجيم باش يوصلكم، وترفعوا لي الجرس باش يوصلكم كل جديد ان شاء الله. وبسلامه عليكم.